بتبقى مبسوط لما بتشوف الانشاءات اللي بتتعمل دلوقتي. احنا دلوقتي كل ما بننزل القاهره، بسم الله القاهره، وخلي بالك لو انت بتسافر في محافظات مصر، اسكندريه، البحيره، الغربيه، دهليه، تلاقي تغيرات كتيره جدا في البلد دلوقتي. والله كابتن اسلام انا بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. انا اول جداً. اول فتره انزل اقعد كتير كده في مصر. انا اقسم بالله انا مش مصدق اللي في البلد. والله اللي انا بشوفه في بلدي ما بشوفه بره. دي حقيقه. والله ما بقولش اي كلام. انا ماليش، مش عايز حاجه من حد. لا واضح واضح. انا الحمد لله مش عايز حاجه من حد، الحمد لله انا مش عايز اي حاجه من حد. بس انا بقول بلدك، انا بقول كلمه حق. انا نزلت بلدي، اللي انا بشوفه في بلدي ما بشوفوش بره، وديت اقولها في اي حته. والحمد لله انت عارف انا والله الحمد لله مش عايز اي حاجه من حد. بس انا فعلا نزلت بلدي لقيت والله احنا بنقول كده يعني. الناس بتقول لي روح تعالج بره، اقول لهم انا عندي هنا جهاز المنتخب احسن من اي حاجه. عندي هنا في بلدي كل الاجهزه اللي انا اقدر اتمرن بيها، عندي الجو، عندي النظافه، عندي كل حاجه. عندي ناس بتحبني، عندي ناس بتحبني، ديت ما حدش يعرف يجيبها لي. كلها ديت باغلى من اي حاجه يعني. عارف انت لو تقدر برضو، لان العاصمه الاداريه الجديده فيها مدينه رياضيه بتتبني جديده، حاجه مفخره لمصر بجد يعني. انا شفت، رحت لفيت لفه كده، حاجه عارف عامله زي ايه، زي تحس كده ان انت في استاد الاحلام، عارف الحاجات اللي انت بتشوفها بره دي. بجد هنشوف حاجه يا رب بس يكملها. والله كابتن اسلام بقول لك، انا بصحى الصبح، انا كل يوم بصحى الساعه 8:30 ببدا تمريني. بخلص تمرين الساعه 4 كل يوم. انا بنزل الصبح مبسوط، بمشي في بلدي مبسوط. برجع تمرين مبسوط، الجو حلو، المكان اللي بتمرن فيه كويس جدا، البلد نفسها، كل حاجه. انا جيت هنا في مصر طبعا، هنا في مصر جيت قعدت فتره، اول مره اقعد فتره طويله كده. لا في تغيرات كتير، تغيرات كتير كتير جدا. شفت اللي بيحصل في الساحل وفي مدينه العالمين؟ ده حاجه جميله جدا. وانا بقول لك والله كابتن، انا اللي بشوفه في بلدي انا ما بشوفوش بره. انا ما برتاحش غير في بلدي. انا لو جابوا لي ايه بره انا ما برتاحش غير في بلدي. وكمان اما جيت الاجازه ديت، لا البلد اختلف جدا.